السلام عليكم يا أصدقاء، معكم ميمون وهذا الجزء الثاني لأسرار وغرائب في جي تي اي سان أندرياس. أثار جرائم سفاح، مكان مهجور كان يتم فيه قطع الأشجار، فعند البحث فيه ستجد أثار دماء على أرضية بيوت صغيرة، وهذا يدل على نشاط إجرامي. هذا ما عزز نظرية السفاح المجنون الذي بحث عنه الجميع ولكن لم يجده أي أحد. فانتشرت الأكاذيب حول هذه الظاهرة، وهذا أحد أسباب ظهور موضات عديدة عن هذا القاتل. السيارة المسكونة، أمر غريب يحصل في أحد غابات اللعبة، ففي الليل فإذا اقتربت خلسة ستلاحظ سيارة تسير بعيدا عن الطريق متجهة نحو الغابة. وعند الاقتراب سترى أن السيارة مدمرة ولا يوجد أي سائق، كانت تسير لوحدها. صعدت في السيارة وأخذتها لكي أصلحها. ولكن لم يحدث شيء، بقيت كما هي مدمرة ولكن لونها قد تغير. هذا ما جعلني أتساءل، هل الشبح السيارة يعود لأحد ضحايا السفاح؟ ترو كريم مكانها القمامة. أعتقد أن روكستار تلمح بشكل غير مباشر للعبة ترو كريم، ففي أحد الشوارع اللعبة سنلاحظ لافتة عليها صورة مكب قمامة واسم يشبه اسم لعبة ترو كريم الذي هو ترو كريم. ففي اللعبة هم ينظفون الشوارع من القمامة. تلميح للعبة ماكس بين، في أحد المهمات مع كاتالينا سنلاحظ اسم اللعبة الشهيرة ماكس بين في المحل، وهذا تلميح من شركة روكستار لأحد ألعابها الناجحة في لعبة جي تي اي سان أندرياس. شركة فيراري حاولت شركة روكستار وضع بصمة تدل على شركة فيراري، ولكن غيرت في الشعار والاسم، حيث سنلاحظ في مكان الحصان أرنب، ولم تنسى وضع الألوان الخاصة بالعلم الإيطالي المستخدمة في الشعار الأصلي. ظهور لعبة أركاد، في أحد المحلات الوشم في اللعبة وعند محاولة النظر بسنايبر ستلاحظ ظهور لعبة أركاد وربما أحد الناس، رغم أنها ليست موجودة في الجهة المقابلة. لا أدري إذ كان هذا جليتش أو أن الشركة روكستار وضعته عمدا. كانت هذه بعض من أسرار جي تي اي سان أندرياس، وما زال هناك المزيد، جزء ثالث وربما جزء رابع. قد نتعمق أكثر في هذه الأسرار ونحاول إيجاد رابط منطقي فيما بينهم. ألقاكم قريبا يا رفاق.